كابتن زياد، فنحن ما فيش نحن شيء كنا مستحيل في كتوانسة الكرة، وكان بس خليني أسمع وجهة نظرك، يعني تحليلك أو رؤيتك للمستوى اللي ظهر بيه الترجي. هل الأسلوب اللي لعب بيه معين الشعباني المدير الفني، هل مستوى اللاعبين أو مستوى الأداء بتاع اللاعبين ما كانش على المستوى، ولا قوة النادي الأهلي هي اللي أجبرت الترجي على الظهور بهذا المستوى؟ لا، انا نتصور المردود نتاع الترجي ما كانش في تطلعات محبين الترجي الرياضي التونسي، وما كانش في تطلعات جمهور العريق نتاع الترجي الرياضي التونسي لعدة اسباب. تعرفوا انه الترجي الرياضي التونسي الفريق اللي هز بيه اخر بطولة نتاع افريقيا خرجوا منه العديد من اللاعبين الاساسيين، على غرار البلايلي، على غرار فرانك كوم، على غرار بن محمد، العديد من اللاعبين المؤثرين. والفريق اللي هزينا به كأس رابطة أبطال عام 2018 غير الفريق اللي موجود اليوم بالنسبة للترجي الرياضي التونسي. ولهذا فما المدير الفني حقه عمل يعني العديد من التغييرات ليتأقلم مع اللاعبين اللي عنده اليوم، لأنه الهوني ليس بالبلايلي، والبدري عام 2018 ليس بالبدري عام 2021. هذا ما يعنيش وأنه اللاعب فقد مؤهلاته ولا تغير، لا، لأنه السنة الفارطة وقت اللي تم انتقاله إلى الدوري السعودي معناتها فقد الإشعاع نتاعو، ما كانش يتمرن 100 100، وقعد يمكن 3 ولا 4 أشهر من غير تمارين. ويعني هذا بالنسبة لي أنا عادي جدا، وأنه البدري ما يكونش في مستوى 2018 لأنه عدى موسم صعب وصعب جدا. زد على هذا العديد من اللاعبين فقدوا المستوى نتاعهم، كيما كوليبالي ماهوش كوليبالي نتاع 2018. فكان معناتها على الإدارة الفنية أن تلقى حلول جديدة ليظهر الترجي بمستوى طيب، ليظهر الترجي بالمستوى اللي نستناو فيه الكلنا كرياضيين، كترجيين، كأحباء نتاع الترجي الرياضي التونسي. فبالطبع الترجي لم يكن في يومه، لم يكن في مستوى تطلعات جمهوره، لم يكن في مستوى تطلعات أحبائه. زاد على هذا النادي الأهلي قام بمقابلة طيبة على المستوى التكتيكي، كان موجود معناتها الانتشار بتاعه كان طيب، تحس فريق الأهلي يلعب بثقة على الميدان. نعرفوا الفريق الأهلي معناتها فريق كبير، ماهوش الفريق اللي يجي الرادس ويتمهمش ولا يفقد إمكانياته، لا، فريق يعرف ايش يعمل حتى في الصعوبات، وصارت النتيجة هذيك. ونحن كابتن نحمد زياد، ربي اللي تسمح ما لي كانتش النتيجة تكون، نحن النتيجة كانت تكون أثقل أكبر يمكن من على كده. الترجي صحيح الرياضي التونسي. صحيح، الأهلي يمكن كان صاحب فرص أكتر، كان صاحب خطورة أكبر، لكن الأسماء اللي حضرتك ذكرتها على مستوى الأفراد، يعني حضرتك اتكلمت على حمدو الهوني، اتكلمت على أنيس البدري، اتكلمت على كوليبالي، إحنا كجمهور نادي أهلي بنشوف إنه الثلاثة دول أو ثلاثة أسماء دول تحديدا ممكن يكونوا الأعمدة الأساسية أو مصادر الخطورة الحقيقة لفرقة زي فرقة الترجي أمام النادي الأهلي. إذا كانت الأسماء دي بعيدة عن مستواها أو مش جاهزة للمواجهة زي ما حضرتك اتكلمت، مين ممكن يصنع الفارق في لقاء العودة اللي بعد يومين؟ والله بالنسبة لي أنا كرة القدم راهو هي لعبة، مش لعبة فردية، هي لعبة جماعية. فبالنسبة لي أنا اللي يصنع الفارق هو المجموعة،